وينضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك وحمد الله على سلامتك. بداية رائد، طولت الغيبة، زمان ما طلعت معنا على الشاشة، واليوم بكل تأكيد رح نستهل سؤالنا إليك بالنسبة لتحركات الأسواق الأمريكية. شفنا تصريحات جيروم باول الذي توقع بأنه من المتوقع أنه تم تخفيف وتيرة رفع الفائدة، لكن بيانات القطاع الخدمي التي جاءت بأفضل من المتوقع، وأيضا بيانات الوظائف، برأيك كيف ستكون تحركات الأسواق العالمية والأمريكية بالأخص في الفترة المقبلة؟ يعني لا نستطيع الغياب طويلا عن متابعة الأسواق، لأن الأسواق كانت تتصرف بشكل متقلب بشكل كبير جدا خلال الآونة الأخيرة، ربما باليومين الماضيين نوعا ما كان هناك ضعف بما يتعلق بالتقلبات، ولكن الأسبوع الماضي شهد تحركات واسعة النطاق، طبعا لأنه في عندي نوع من الغموض أو عدم الوضوح. البيانات الاقتصادية التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وأداؤه إيجابي بشكل كبير جدا. نحن عم نشوف أنه عدد الوظائف التي يضيفها أعلى من المتوقع، وفي نفس الوقت إذا بنتذكر بيانات النشاط التصنيعي لقيناها أيضا أفضل من التوقعات. إذا يوجد طلب، طبعا هذا الطلب مدفوع من أنه عندي موسم الأعياد وممكن يكون في عندي ارتفاع في المشتريات والتضخم بشكل عام، ولكن هذا ما أريد الإيصال له، أنه التضخم ممكن أن يرتفع على الرغم من تجديد السياسة النقدية، لأنه في عندي طلب، يوجد هناك طلب أعلى من السابق وأعلى من المتوقع، وهذا يحرك نوعا ما مستويات التضخم الاتجاه الصاعد على عكس ما يريد الفيدرالي، فذلك يعطي صوت آخر مناهض للصوت الذي سمعناه مؤخرا في الأسواق، أنه عندي عملية رفع أسعار فائدة بشكل أقل أو أحجام رفع أسعار فائدة بشكل أقل، ولكن في نفس الوقت عندنا تضخم مرتفع، فهذا عم يخلق عندنا عدم وضوح سبب ارتفاعات واضحة في أسعار الذهب مثل ما شاهدناها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتمكنت من الاقتراب والارتفاع حق مستويات 1800 دولار للأونصة. ولكن إذا نظرنا إلى بيانات أنه عم نشوف الدولار الأمريكي هو صاحب التقلب الأكبر، ما بين أنه يظهر لي أنه أداؤه متراجع وضعيف، ما بين انه عم بيكون هناك بوادر لمزيد من اسعار فائده اعلى، اي دولار اقوى في الفتره القادمه. نعم جيد رايت. يعني على ذكر الذهب، شهدنا في الايام الماضيه تحركات يمكن تكون شبه مستقره لهذا المعدن الثمين، نطاقات سعريه 1770 1800 دولار لكل اونصه، رغم الاداء الايجابي يعني باكثر من 8% على المستوى الشهري، ياتي الدعم كما تعلم من تراجع الدولار صاحب العلاقه الازليه مع الذهب، والاحتمال بتخفيف وتيره الفائده الامريكيه. هل ممكن ان نرى الذهب بالقرب من مستويات 1900 دولار للأونصة رائد قبل نهايه العام؟ يعني أنا شخصيا يعني أشوف المقومات الحالية طيب للذهب فوق 1900 دولار واردة وبشكل كبير جدا. ممكن البعض يلاحظ أنه هذه الارتفاعات الحادة التي كانت في الأسبوع الماضي يعني كانت سريعة ونقلت الذهب سريعا إلى مستويات قرابة يعني 1000 تقريبا 800 ورفعتها فوق مستويات 1800، ولكن أعتقد أنه الذهب هو في الوقت الحالي مقيم بأقل من قيمته العادلة بشكل كبير جدا لعدة أسباب. أولا أن الدولار الأمريكي يعني فعلا يجب أن يبدأ بالتراجع النسبي، لأنه عملية تشديد السياسة النقدية المتتالية أو المتوالية بشكل سريع بدأت تخف تدريجيا، وممكن نشوفها على أرض الواقع بتاريخ 14 ديسمبر عندما يكون موعد الفيدرال الأمريكي. إذا بدأ بتقليص رفعاته لأسعار الفائدة، إذن القمة أصبحت وراءنا بالنسبة لشدة السياسة النقدية، والقادم هو سياسة نقدية أكثر ليونة أو أقل تشددا إن صح التعبير. ذلك يعطي أدفانتج واضح عندي لأسعار الذهب أنه تبدأ بالارتفاع مرة أخرى. ثانيا في عندي القلق من أنه نتيجة الإبقاء على سياسة متشددة لفترة طويلة بدأ فعلا الاقتصاد يظهر علامات الركود الاقتصادي في العديد من الدول، ربما ليس الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الصين وباقي الاقتصادات الأوروبية والبريطانية أظهرت وبشكل واضح أنه في عندي ركود يصيب هذه الاقتصادات، وربما يصل إلى مرحلة الانكماش
الانكماش او الكساد في اقتصادات عظمى. هنا يضعنا امام امكانيه انه طلب الذهب ملاذا من هذا الركود وملاذا من التراجعات الحاده في اسواق الاسهم اللي ممكن تحدث. واضافه سريعه وهي انه انا عندي كان طلب كبير من البنوك المركزيه واضح في خلال الربع الثالث من العام الحالي، ذلك عزز انه الذهب ممكن يوصل الى 1900 حتى قبل نهايه تعاملات هذا العام. نعم رائد، لو تحدثنا هذه المرة فيما يتعلق بأسعار النفط، وشفنا من بداية هذا الأسبوع بعد دخول حيز التنفيذ بالنسبة للعقوبات الأوروبية على النفط الروسي، والآن عم نسمع أيضا ردة فعل روسيا على هذه العقوبات، ولربما ستحظر مبيعات النفط وأيضا تضع حد أقصى بالنسبة لسعر الخصم على أسعار نفطها التي يتم تصديره. برأيك إلى أي مدى ستستمر أسعار النفط مثلا دون 80 دولارا بالنسبة لبرنت، وهل سنشهد مزيد من الضغوط؟ يعني خلينا نكون واضحين، اللي اجت في اوبك بلس بالاسبوع الماضي واضح بشكل كبير جدا او يوم الاحد انه راح يكون في عندنا استمرار ببرامج التخفيض. في نفس الوقت ما دعم اسعار النفط مؤخرا انه انا في عندي طلب فعلي من الاقتصادات نتيجه الموسم وارتفاع طلبات التصنيع حول العالم في الفتره الماضيه، كان بنتيجه انه في عندي موسم الاعياد اللي بيكون فيه اصلا ارتفاع في الطلب. اذا اضفنا عامل المعروض النفطي والضغوطات التي تمارس حاليا او العقوبات التي سيتم فرضها عفوا على النفط الروسي او غياب النفط الروسي من المعروض النفطي ووجود هذه الحلول البديلة دائما، يعني اللي عم نشوفها كانت تؤثر على تسعير او آلية تسعير النفط انه يكون في عندنا عقوبات ولكن يتم البيع بطريقة غير مباشرة، بالتالي يكون هناك ضغط على المعروض النفطي دون ان يكون وضوح في البيانات التي يعني الخاصة بالمعروض والطلب. ما نريد ان نلفت الانتباه اليه، في عندي عاملين اساسيات. العامل الاول هو النفط نفسه كطلب وعرض، الآلية مقبلة إلى فترة أقل طلبا نتيجة الركود الاقتصادي الذي يحدث، بالتالي يجب أن يكون هناك تدخل من المعروض بعملية تخفيض في الإنتاج. الطرف الثاني الشق الثاني هو الدولار الأمريكي اللي مرشح في الفترة القادمة أن يكون أقل تسعيرا وبالتالي يرفع مستويات الخامات أو السلع بشكل عام، وهنا ذلك قد يضع أسعار النفط في مستويات أعلى بالفترة القادمة نتيجة ضعف الدولار الأمريكي، لا أنه يكون في عندي أو تدخل واضح من قبل تخفيضات أكثر في الإنتاج أو تحكم في المعروض بما يتناسب مع الطلب. رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، دائما أنت معنا، شكرا جزيلا لك.